والله يا صديقي الكوكب كله عارف ان ميسي رايح باريس سان جيرمان عشان دوري الابطال، فموضوع ان ميسي ما سجلش في الدوري الفرنسي ده فدي حاجه عاديه وطبيعيه، ميسي مش جاي يلعب دوري فرنسي بقى مؤاخذه، ابننا عنده اخلاق وعنده روح، ابننا شايف ان الدوري الفرنسي دوري لا يستحق المجهود وكده كده الفرقه هتخلص وتاخد الدوري، انا جاي العب دوري ابطال، انا مش هجيب اجوان انا في رينيس ولا اجيب اجوان مش عارف في رين ومين، انا مش جاي العب هنا ضد الجماعه دول اساسا، الجماعه دول اه بيفكروني بمالاجا وساراكوستا والفرق اسبانيول والفرق كنت بلعب ضدها في اسبانيا اه، بس انا جاي هنا اخد دوري ابطال، انا مش جاي انا وراموس ونيمار ومبابي نلعب ضد الفرق دي، الفرق دي خلص عليها بدراكسلر وخلص عليها بايكاردي، انا مش جاي هنا عشان خاطر اضيع مجهودي على الكلام الفاضي ده، طب النهارده ماتش للديليس بجو موجود موجود، انا بلعب دوري ابطال اوروبا، سمعت المزيكا موجوده يا باشا، حاضر يا باشا، ما عنديش اي مشكله، تقول لي لا 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 ميسي سجل ضربه جزاء، اي حد بيخش يجيب ضربه جزاء يقول لك لا 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 فجرت ولا فجرت وفشرت، ما مبابي شاط واحده في الدقيقه 94 وضيعها، اشمعنى يعني لما بابا بيجيب واحده بتقول ان هو ضربه جزاء وسجلها، وبعدين معلش بقى ما ولدنا محرز سجل في ماتش كلوب بروز ضربه جزاء، وولدنا صلاح سجل ضربه جزاء في الماتش بتاع اتلتيكو مدريد، اشمعنى لما ليوي يسجل ضربه جزاء بتقول ان هو بيسجل ضربه، في ايه يا جماعه يعني ضربات الجزاء بتيجي عند ميسي وتبقى حرام تسجيلها؟ ما تبطلوا بقى يا جماعه، اما ان الشق الدفاعي بتاع الفرقه بتاعه باريس سان جيرمان دي حاجه عاديه، انا بتكلم معاك من ساعه ما فتحنا اي حاجه على باريس سان جيرمان السنه دي قلت لك ان خط الدفاع بتاعهم هيعاني بسبب ميسي ونيمار ومبابي، انما النهارده نيمار مش موجود، الواد واخد اجازه، عنده عيد ميلاد اخته، مش فاضي يلعب ماتش النهارده، فنيمار ما بيلعبش النهارده بيلعب مكانه دراكسلر، دراكسلر برده بيأدي اداء كويس لما بيكون موجود جوه الملعب، ومع وجود ماركو فيراتو وجود ادريس اجانجي وجود اندر هيريرا في نص الملعب تحس كده ان في شويه طمانينه بس على خفيف لان فيراتي بيقدم عظمه في نص الملعب ادريس اجانجي بيقدم شغل كويس جدا هو واندر هيريرا بس ده لا يمنع ان هم في الحاله الدفاعيه بيواجهوا شويه مشاكل كبيره جدا بسبب الاطراف اللي مش بترجع تدافع ليه فبتلاقي مثلا ان هم بيلبسوا اهداف بسهوله بس الناحيه الثانيه بيسجلوا اهداف بسهوله يعني مثلا امبابي سجل هدف الاول بطريقه جميله جدا بعد كده لعيبه لازبج اتعادلوا عن طريق تقريبا اندريس سيلفا هو اللي سجل هدف التعادل طبعا اندريس سيلفا اللي سجل هدف التعادل بعد كده ادوارد ميكيل سجل الهدف الثاني في الدقيقه 57 وهم لسه كده بيفتتحوا الشوط الثاني ويلا يا ميسي نسخن بقى ونعمل اي حاجه لا احنا لسه يا جماعه لسه بدري يا جماعه لسه بدري عشان كده ميسي قرر ان هو في الدقيقه 67 يسجل الهدف الثاني من اسيست لمبابي مبابي عمل له اسيست بس للاسف ميسي شاطها والحارس صدها وجت لميسي على خط المرمى وميسي سجلها يعني جون على خط المرمى وجون من ضربه جزاء وانقذ الفريق اه يا بابا هو البابا بتاعنا انقذ الفريق عجبك بقى ولا مش عجبك وميسي انقذ الفريق ضربه جزاء وكره قدام الجون قدام ده في خط على خط المرمى بس انقذ الفريق هذا هو ميسي ولدنا لا عجبك عجبك مش عجبك بقى معلش بس حكيمي يقدم مستوى كويس حكيمي يا ابني بيقدم مستوى كويس كل ماتش انت جاي تقول لي حكيمي يقدم ما طبيعي ان حكيمي يقدم مستوى كويس كل ماتش يابا عشان خاطر باريس سان جيرمان يهرب من المعضله اللي كانت موجوده النهارده قدام ليزبيك ما بقاش كسبان سيتي ومتعادل مع كلوب بروش بره واجي اخسر جوه على ملعبي قدام فرقه زي ليزبيك صعب وعيب وغلط عشان كده ميسي حس بالاحراج وقال لهم انا موجود يا جماعه اهو دوره ابطال جايبين عشان دوره انا موجود اهو يا جماعه وحاضر اهو معلش بقى بما اننا كنا موجودين كلنا مع ميسي وبيسجل الهدفين دول فممكن تعمل لايك ان عجبك هذا الفيديو واللي ما يعجبك اعمل سبسكرايب او ديسلايك او اي حاجه اعمل اي حاجه طول ما انت دخلت الفيديو